السلام عليكم، مرحبا بكم معي في عالم ام هبه. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. خواتي، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الغداء ديالي. طريقه سهله وبسيطه. هنايا درت الدجاج، زدت عليه الزيت، حطيت الطاجن كي يتقلى فوق من البوطه، وغنزيد عليه شويه ديال الملحه باش تقلى معاه بحال ما هكايا. وهنايا غندوز نصايب البصله ونقطع الربيع والثومه. هنايا درت البصله والربيع والثومه حتى هما حطيتهم كيتشحروا مع الدجاج. وصافي، دابا غندوز للخضره. غنصايب هنايا خيزو، عندي خيزو، عندي بطاطا، عندي هاد البسباس. الطريقه انايا كاع ما كنت موجده، ما كنت ناويه كاع غير نصور هاد الفيديو، غير جاتني غير صدفة. صافي، بغيت نشارك معكم بحال ما هكايا. وهنا كنا غنقي هنايا البطاطا، بعد ما نقيت البطاطا حتى يعني قطعتها، غسلتها مزيان وقطعتها. هنايا درت هنايا العطريه، درت البزار، السكينجبير، ودرت الخرقوم عرق، وغنزيد عليه واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، ولكن ما درتهاش دابا، كنت نسيتها، ما درتها حتى درت الخضره وبغيت نسد الطاجين، عاد بان لي الطاجين ما فيهش التحميره وزدت شويه. هنايا درت خيزو، ودرت شويه ديال الخيزو من تحت، من تحت من الدجاج باش ما يتحرقش، وستفت عليه البطاطا بحال ما هكايا. هنايا غادي نروي، غندير شويه ديال الروه باش ما يتحرقش ليا الطاجين من التحت. وصافي، هنايا البسباس حتى هو راني قطعته وغسلته، حتى هو غنديرو، غنحطو فوق من الخضره. وداك ها هو، هذا هنا في غندير هاد المعلقه ديال التحميره، وزدت عليه شويه ديال الماء. وفوق فوق من الخضره ضروري ما تلوحوا شويه ديال الملح باش ما يطيبش لكم الخضره مسوسه. هنايا غندوز باش نعجن الخبز. عندي هنايا الخميره، الملحه، وهنايا واحد شويه ديال الدقيق ديال الشعير بحال ما هكا، وكان عندي الفورص والقمح الرطب والقمح ديال النخاله. هاد البلاصه هنايا انا كنت شاده الكاميرا بيد وكنعجن بيد، ما لقيتش اللي يشد لي الكاميرا، وخدامه بيد وكنعجن بيد. هنايا جات بنتي وساعدتني، شدت لي الكاميرا وخلاتني عجنت العجينه بزمن، عجنت على خاطري، دلكتها شويه ودرت ليها الماء الكافي اللي غتحتاج. وصافي، دابا يعني عجنت، وغنخلي العجينه ترتاح شويه، غندير عليها شويه ديال الطحين من الفوق، وغندير عليها واحد البلاستيكه وغنغطيها. غطيتها وخليتها حتى خمرت شويه، عاد غنقرصها. دابا راها خليتها خمرت شويه في القصريه، انت راه رشيت عليها الدقيق وحطيت على البلاستيك باش ما تلصقش ليا، غير هاد البليصه هادي لصقات حيت ما لحقاش الطحين. صافي، دابا غنبدا نقرص هنايا في الخبيزات اللي درت. هنايا قرصت وساليت، غنغطيهم ونخليهم يخمروا. وصافي، دابا غنغطي على هاد الخبز، نخليه يخمر، بعد ما يخمر نديرو ان شاء الله يطيب. هنايا ها هو الطاجين ديالنا طاب. باش كتعرفوا الطاجين طاب، صافي كيبان لكم هاد الروي كيولي عاقد، ما كيبقاش جاري، كتشوفوا بحال ما هكا ولا عاقد. صافي، كتعرفوا الطاجين راه طاب، جا زوين ولذيذ، جا المذاق ديالو رائع وزوين. والخبز راني شعلت عليه الفران، غنبدا نطيب فيه حتى هو راه خمر. هنايا الخبز حتى هو ها هو طاب، هو كيفاش جا، تبارك الله زوين. والطاجين ديالنا راه طاب قبل من نار الخبز، ها هو يا.
تبارك الله كيشهي. وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.